في الختام بعود إلى السيد محافظ البنك المركزي السيد حسن عبد الله، هل في تعقيب لحضرتك حول نقطة بعينها؟ شكرا يا فندم. أنا الأول بشكر كل السادة اللي أدوا برأيهم في السياسة النقدية وفي الأمور أخرى، وأحب بس أوضح أن إحنا في البنك المركزي بنعتز باستقلاليتنا، بس فاهمين أن إحنا في مركب واحدة ولازم ننسق، ده شيء أساسي. ومش بتكلم على تنسيق مع الحكومة بس، أنا بتكلم على تنسيق مع القطاع الخاص كمان، لازم نسمعهم. البنك المركزي حاليا بيعمل على كذا يعني موضوع أو كذا محور، عشان إحنا فاهمين إن أهم حاجة إن إحنا عايزين مصداقية البنك المركزي تبقى في أعلى درجة في السوق، لأن ده جزء مهم قوي. الأسواق المالية زي ما حضراتكم عارفين ما بتعتمدش على الماضي، بتبص على قدام، وإحنا عشان نقدر نبص قدام في الظروف دي إحنا شغالين على موضوع، شغالين على كل حاجة. حضراتكم الظروف الحالية اللي إحنا من الصبح بنتكلم فيها شكلها قاعدة، ده مش رأي شخصي، يعني المحللين السياسيين بيقولوا إن مفيش انفراجة قريبة. البنوك المركزية مفيش بنك مركزي في دولة متقدمة غير ما بيتكلم يا لو ثبت يبقى دي حاجة كويسة، يبقى هيعلي. إحنا عندنا في مصر واخدين المشاكل دي كلها، زائد خروج الأموال الساخنة، زائد وجود فائض زي ما تفضلتوا شفتوا في العرض، فائض في المعروض النقدي. ولازم برضو هنا أقول نقطة واحدة مهمة، عشان أنا عندي هنا دكاترة في الاقتصاد كتير، الفايدة بتستخدم بسهولة لما بيكون التضخم جاي عن طريق الطلب، ده سهل أوي، لكن لما بيبقى جاي عن طريق السبلاي ده حضرتك يعني فرنفرض ان الألم ده في بجنيه استوردته بدولار، الدولار بجنيه بقى بعشرة، يبقى تمنه هيوصل عشرة. الفرق الوحيد ان بقى الفايدة ما بتعلى بتخش على الدورة التانية في الشراء، بس مش ده الغرض من الحديث بتاع. الغرض هو ان الحاجة الوحيدة اللي انا بخاطب بيها البرايفت والبابليك سيكتر هو ان اكتر حاجة ممكن تفيد غير الفايدة في السبلاي شوكس هي الافيشنسي، ان الواحد يقدر يعمل يجيب المواد بطريقة ارخص، ان هو يقلل تكلفته، ده بيساعد في الحركة. احنا في البنك المركزي انا سمعنا النهاردة وهنسمع دايما، وهتلاقونا حضراتكم على طول في استجابة بس بعد الدراسة المطلوبة. حاليا احنا شغالين زي ما يمكن حضراتكم عارفين على عقود التحوط للعملة، وانتهينا من عقود المستقبلية، وفي نفس الوقت علشان خاطر فكرة الربط، وانا هنا ما بتكلمش على سعر، انا بتكلم على الفكر. يعني حضراتكم احنا بنفهم مثلا ان الدول اللي بتصدر البترول عملتها تبقى مربوطة بالدولار. انا ما هواش امريكا، ما هياش الميجر تريدينج بارتنر، ما هياش الشريك التجاري الاساسي، مش شايف ان ليه في مخ الناس دايما مربوطة بالدولار. عشان كده بغض النظر عن مستوى الدولار ايه، احنا هنبتدي نعمل حاجة اسمها مؤشر الجنيه المصري. المؤشر ده هيبقى بياخد بعض العملات وبعض الـ يمكن الذهب وإلى آخره، بنعمله بحيث ان هو يبقى بالنسبة لان احنا قدامنا اقول لحضراتكم ايه، جزء من نجاحنا كلنا كمجموعة هو تغيير الثقافة والفكر بتاع ان احنا مربوطين، وان دي موضوع زي ما قالوا الاخوة كل 5 و10 سنين. احنا عايزين نبقى شايفين قصاد كل العملات، وده كان جزء برضو من العرض اللي عمله رامي، كان ورع لحضراتكم ان احنا عملتنا زادت مثلا على الليرة التركي 100%، زادت على الاسترليني، زادت على اليورو، لكن الناس ما بتشوفش ده كله. وبالتالي احنا عاوزين بس الناس تبقى فاهمة ان العلاقة، احنا مش دولة مصدرة للبترول عشان يبقى عندنا ما يسمى بالبيجد او السعر المرتبط بالدولار. بالنسبة للتضخم احنا ان شاء الله في المونيتري بوليسي كوميتي في لجنة السياسة النقدية هنعلن ان شاء الله على اخر السنة التضخم اللي احنا بنتوقع او اللي احنا بنستهدفه في السنوات القادمة. بس انا عايز اقول لحضراتكم حاجة واضحة جدا،
احنا مهمتنا الأساسية هي السيطرة على التضخم. دي مهمة البنك المركزي الأساسية. يعني مع احترامي لهاني بيه مش مهمتي المبادرات، نتعاون وعلى راسنا بالتنسيق، لكن مهمتي الأساسية هي ازاي اقدر اسيطر. لو سيطرنا على التضخم وقدرنا ونجحنا مع بعض ان احنا نعمله، ده هيوصلنا لحتة نقدر فيها نتعامل بحرية اكتر. حتة انا اسف لو اطلت دولة الرئيس، واشكر حضراتكم ومتشكر جدا. شكرا جزيلا للسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.